خلينا ناخد دلوقتي على التليفون استاذ اسلام ميزار، المحامي بالاستئناف والمتخصص في قوانين امن المعلومات. مساء الخير على حضرتك. والواقع اللي كنا بنحكي عنها بتاعه البلوجر الشهيره، كانوا بيطلبوا من العملاء تحويل الفلوس مقابل كوبونات شراء. ايه الغلط القانوني اللي الناس وقعت فيه هنا علشان يتم النصب عليهم وما يقدروش يثبتوا ان ده نصب؟ اولا مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك الاعزاء وعلى الساده المشاهدين جميعا. بدايه يا فندم، والله هو مش بس هنقول الخطا، ولكن هو فكره محاوله الناس الحصول على الثراء السريع، النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو فكره ان انت بتحاول يعني تحصل على خدمه وعلى منتج معين من الشخص الغير مرضي ان هو يقدم لك الخدمة دي. احنا بدأ مؤخرا يبقى عندنا ثقة غير مبررة في الأشخاص، اللي ممكن نقول بعض الأشخاص اللي ما ينفعش نقول عليهم انفلونسرز، ولكن هم مشاهير على السوشيال ميديا بلاتفورم. فالناس دي لما بتقول لك اشتري كذا بتشتري، لما الناس دي بتقول لك أنا تجربتي في المكان الفلاني كانت كذا، روح كل من هناك، روح اشرب من هناك، روح اشتري من ده، أنا عندي ليك حاجة، الناس اللي بتسمع كلامهم بشكل سريع. ودي كانت مشكله كبيره بدانا نواجهها. هي دي اللي كانت نواجهها بالوعي يا استاذ اسلام، يعني مساله الوعي باللي بيقدم، وانك بعقلك كده تحكم وتشوف الصوره مظبوط. بالظبط، ومش كل حد يقول لك حاجه بتسمع كلام لمجرد ان هو عنده الاف المتابعين على منصه الكترونيه معينه. طيب ازاي ممكن يتم اثبات النصب الالكتروني ده وعقوبته ايه؟ اولا في فكره الاثبات، هو احنا في الاول وفي الاخر بنخضع لفكره الاثبات الجنائي بشكل عام. لما بتحقق المظاهر العامه للنصب بشكل او باخر، انت بيبقى قدام الجهات المسؤوله داخل الدوله قضيه يقدر على اساسها يحيل المتهمين للمحكمه. التحدي اللي بيواجه المحققين او الناس في قضايا النصب الالكتروني هو انه طبيعه الجريمه نفسها او النص اللي تم تقديم عليها الافعال دي بيخلي فكره الاثبات اصعب شويه، لان لما كان بيحصل نصب بشكل واقعي فانت قدرت توهمه بمظاهر معينه ان في حاجه معينه على اساسها الراجل ده ادالك فلوس او على اساسها تعاقد معاك وبعدها ما كانش فيه الكلام ده. اثبات ده في الواقع العملي اصعب شويه من اثباته على منصه الكترونيه، لان احيانا بيكون المنصه دي انت نفسها ما تقدرش تخاطب السوشيال ميديا بلاتفورم دي علشان تقول لهم يا جماعه والله اداره فيسبوك او اداره تيك توك او اداره غيره انا عايز اشوف الرسائل اللي من بين الاشخاص دي. او تم التحويل مثلا، التحويل المالي على باستخدام وسيله مش من ضمنها الوسائل اللي تحت اشراف الدوله او الدوله تقدر تقول عن طريقها ان انا شفت الكلام ده. ولكن في كل الاحوال خليني اقول لك ان الوضع زمان غير دلوقتي. يعني في مصر الجهات بقت على قدر كبير جدا من الوعي، جهات انفاذ القانون على قدر كبير جدا من الشطاره، بيقدروا بكل سهوله يتتبع الاموال من محفظه لمحفظه، من مكان لمكان، او محفظه الكترونيه طبعا. وبيكون اثبات الجرائم رغم انه كان تحدي الا انه بيكون في الامكان بشكل كبير ان انت تثبتها عن طريق التحريات والكلام ده كله. طب استاذ اسلام، انا كواحد بيشتري اونلاين، ايه الاجراءات اللي انا احمي بيها نفسي قانونيا انه ما يتنصبش عليا؟ ولو حصل المفروض اعمل ايه على طول؟ سؤال جميل، ولكن انا بس عايز عشان ابقى فاهم حضرتك صح، اشتري اونلاين ولا قصدك ان انا بتعامل مع انفلونسر او حد معين؟ بشتري من احد المواقع، او ما هو اللي حصل في موضوع المؤثره ده انه الناس كانت بتشتري كوبونات شراء بيشتروا بيها بضاعه بيتاجروا بيها. جميل جدا، يبقى انا لما بحاول اشتري حاجه اونلاين بشتري حاجه اونلاين من جهه موثوقه، اقدر في يوم من الايام اول ما يحصل عندي مشكله اخاطبها، سواء اعمل كومبلين عند الشركه نفسها عند الجهه اللي انا اشتريت منها، او اعمل الشكوى بتاعتي في قسم الشرطه يقدر يخاطب الجهه دي ويجيبها. فالاماكن اللي ملهاش مقر داخل مصر بشكل او باخر ما تقدرش انك انت تقضيها بسهوله، الافضل انك ما تتعاملش معاها. ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه
ما ينفعش تبيت يعني تقدم بياناتك الشخصيه اللي هي مثلا الحساب البنكي بتاعي، رقم الكريدت كارد بتاعتي، ندفع قيمه حاجه من بره علشان تجي لي وانت مش عارف انت بتقدمها لمين. ما ينفعش تقول لي انا اشتريت من انفلونسر كوبونات شحن. طب انت تعرفه شخصيا؟ طب انت قدرت تتعامل معاه بشكل شخصي؟ زي ما قلت لك في اول جمله طيب وانا بتكلم، فكره محاوله الحصول على ثراء سريع هي اللي بتحرك الناس في الوقت الحالي. صحيح. وبناء عليه بدات الناس تتخلى. سبحان الله، كل فتره الموضوع بيتكرر بشكل مختلف. والله يا فندم، وبشكل متكرر حتى مش يعني ده مستريح انترنت ده اللي احنا شايفينه يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ اسلام ميزار، محامي بالاستئناف والمتخصص في قانون امن المعلومات. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.